مرحبا بكم في شي تيك. لا أريد القول بأننا على عتبة المستقبل الذي كنا نراه في أفلام الخيال العلمي، ولكن الواقع يعكس ذلك. فقد طور المركز الأسترالي لآليي الميادين بجامعة سيدني مجموعة من الآليين المزارعين الذين يقومون بكل شيء تقريبا في عملية الزراعة. ليدي بيرد مثلا تحرث الأرض وتراقب الزرع، وهناك الآلي ريف الذي يساهم أيضا في هذه العملية. بعض هذه الروبوتات تم تزويدها أيضا بأذرع بقبضات مطاطية لإتمام عملية الحصد وقطف الثمار بعد رصدها، سواء كانت من الخضار أو الفواكه الجاهزة للقطف عبر المراقبة والتحليل باستخدام الذكاء الاصطناعي واللوغاريتمات المعقدة ومشاركة هذه البيانات مع مركز الأبحاث. والبعض منها يستطيع أيضا قص وتهذيب الأشجار وإزالة الأوراق والأغصان التالفة، وتقوم بالري بشكل اقتصادي ترشيدي ذكي. وهذه الآليات تستطيع تغطية مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية، وهي قادرة على العمل ل 24 ساعة دون توقف. والمفروض أن هذا يفتح الباب للمزارعين بالتركيز على تطوير المحاصيل وانتقاء أفضل الطرق والتركيز على ذلك بدل عملية الزراعة نفسها. وهذا شيء تيك. كان معكم سلطان بتاوي، العربية.